حضرتك؟ تفضل. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ كيفك؟ أهلا وسهلا فيك. شو أخبارك؟ أهلا فيك. أنت بس جايني من دون موعد. على الموعد. حبيبي شو قصدي؟ احنا اسفين. لا انت ما تتأسف، قصدي 24 ساعة بشتغل للناس. اسبوع بخير. عشان احنا مش من هون، فكرناش انه من اي بلد انتم؟ من 48؟ من وين؟ لا مش مثل، احنا قضاء طول كرم. قضاء طول كرم؟ قضاء طول كرم هي هذا، ما قلنا وين قضاء طول كرم؟ عناب يعني؟ لازم المنطقة. شو اسم المنطقة تبعتكم؟ يعني انت من الرئاسة؟ اه انا من المغرب. انت مغربي قصدي؟ ايه انا المغربي اللي راجع على التلفزيون وعلى الراديو عندكم وعلى القضايات وعلى الام بي سي. رائع. اه بس انا هون تعرف الشغل، بس هناك باجي ببدلي. اه احنا لان شفنا بالصدفه اعلانك على الانترنت. اهلا وسهلا فيكم على الانترنت. انا وخدمة 27 سنة عندكم هنا، أعرف أعرف الملوك، أنا خادم الشاي، أنا عندي الملوك وعندي يعني أصدقائي الملوك والرؤساء يعني ليس أشتغل على مستوى عالي من عالم الجامع وعالم السحر وعالم السلام ورحمة الله وبركاته. بس كمان بتدوب العشاب صح؟ إحنا عشان يلا هات نشوف اسمك، تعرف ميلادك؟ اسمي عبد الله. عبد الله عشان اسمي عبد الله. خليك. واو. والله انا مو هذا. هات نشوف ميلادك. 1988. 8/11/1988. وانت؟ انا اخته، مش ماليش علاقة. يعني هي جاية. يعني تجيب صورة مرتك؟ لا. شو تلفون بالمرة؟ هي مواليد 89، 5/6. نزلت قبل هيك ولا ما فيش شيء؟ حبلت ونزلت. انت في عندك بتخلف، عندك بزغير، عندك كل شيء، تمام. شو؟ مرتك هي اللي عندها المشكلة وهي عندها السحر من ما زوجته، تمام. لأنها خلفت، تمام. شو؟ حملت وسقطت، تمام. شو؟ سقطت مرتين وأنت مش عارفين، الأولى سقطتها وأنتم مش عارفين، الثانية عرفته. واحنا بنفكر هو السبب منه. لا لا لا، عندك حيوانات منويه عادي. صلى على سيدنا محمد، اللهم صل 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 على سيدنا محمد. طيب لا تفك السحر، ما تفك الهيام، وخليك اكيد تفرش تحتاجين مشان تجيب لها اغراض اللازمه والشغلات اللي انا بدي اياها. شو الاشياء بس ممكن الاشياء عندي انا كلها موجوده وانا عندي. انا لما تقول الشيخ رائد بتعرف انه بعرف. اكيد بعرف انه الخبير. سامع شو مطروح انت بضحكوا عليك بغلطوا لك هذا مان هذا بتعرف كيف انت اليوم شعرنا كله نصاب كذاب كلها شغاله. ما احنا حاولنا من قبل بس حكوا لنا انتوا ان ممكن راح تحل لنا المشكله، في ناس يعني مجربين. هلو. وعليكم السلام. يا هلا. انت انا امبارح كانت في عندكم وحده من برطا لمضيعه هويتها. فانا طلبوا مني وصاروا يطلبوا علي اهل برطا وفي زيج وزواج، فامرت الجميل انه يجيب لها هويه على الدار الاسرائيليه، فجيب لها اياها على الدار. مزبوط؟ انا خلصت بس انه اشياء شو اجيب معي المره الجايه ان شاء الله. بنفك السحر بكره، بتيجي انت بتيجي بكره، انا فاتح 24 ساعه، بكره وبعد بكره واللي بعده واللي بعده واللي بعده، رمضان شغالين. اكيد. لانه شو بقولوا؟ بقولوا بتفكروا انه الشيوخ يشتغلوا معش قال تصفدوا شياطين، الشياطين هم الذين سمعنا شو موجودون في البحر، سمعنا؟ اما الجن لا يصفد. فهمتم؟ فهمك. تفهموا ما معنى الكلمات وبعدين الواحد بيحكي، يعني بقول له شغل برمضان، برمضان عادي نشتغل احنا اكثر من شعبان. طلع شو بدك؟ بدك تفك السحر، بدك تجيب لي انا تعطي انا اللي بشتري الاغراض، بشيل لك الاغراض، لو هسه بوديك على جديد تشتري الاغراض. لو تحكي لنا المواد المواد وهي الامور، مش مشكلة تكتب لي اياهم على ورقه. بتجيب من عنده اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، تجيب من عنده الفل والياسمي زائد غبار الذهب زائد غبار الفضه
ليه ومخلفه ببلاش كمان شو بتروح عند طبعا كيف والله كيف ما ادري عشان انت كنت شو معك كمان يا عمي مش كثير مش انا بالنسبه لي غالي جدا انا باخذ هلا جاب 10,000 بس راح نساعدك كمان شو بتعرف لي يعني اكيد شو. وهي مش شرط تيجي المرأة بس الصورة الصورة تبتكفي أنا هي أصلا خايفة وأنا كمان يعني إحنا بنجيب لك إياها نقدر تعمل ال هويتي مش معنى تاريخ ميلادك تاريخ ميلاد أنا عشان بدي أتعرض للحب بس الحب داخل عندي مش عارف لأنه كل حياتي بقى حياتي موجودة عندي العلاج بدك الكلام؟ نعم هويتي مش معنى تاريخ ميلاد 15/12/1986 شو بعرف ليش كانت له كل هذا بيطلع فيك؟ إنسانة عظيمة رائعة الله بيستجيب لك الدعاء تقرأ القرآن سامتين شو بس في عندك وجع مادي كثير كثير براس مادك وقولون سامتين عندك التهابات شديدة جدا من خواصك مرات تحسي ضرب هون خبط خبط على المادي خبط صح أحيانا وجع راسك هون نص في هاي الشكل الشمال سامتين هناك في عندك عمل معمول انت قلت في واحد بده اياك يخطبك سامتين شو بالزمانات اصبع بسامتين رفيق انت اللي بده تكره الارض اللي بخوض عليها سامتين شو تتذكر بدون التزكيه سامتين شو هذا ناتج عن طريق خطبك عن سحر سامتين شو سحر على البيت اللي ساكنه فيه انت بأهلك وامك سامتين شو يعني سامتين شو انت انسان عظيم دعائك مستجاب دعائك رائع سامتين بس في عندك مشكله ما في ميه بتنزل عليك وهي الميه ناجيه عن طريق الجن المتلبس فيك فلذلك اسرعوا اسرعوا مشان ادلك مشان اقول لك كيف نحله وكيف اعطيك العلاج وانت بدك تيجي عندي يوم السبت هسا روح اشتري الاغراض وجيب لي اياها حطها عندي مشان السبت تيجي تلاقي الاغراض جاهزه يلا تفضل السبت بلكي رجعت عنده او لا وبتجيب الاغراض كلها ان شاء الله خير احنا جيناك عشان تساعدنا لا احنا جيناك عشان تساعدنا انت كثير منيحه انا سيء بدنا تكسر دار الشيخ رايد على السريع بالله لازم تحضري بس مشان تعرف كم انا باخذ على الوضع هذا ثمان شو أنا بأخذ من الناس 10,000 شيكل على الفرد 10,000 شيكل على الفرد نعم على الفك فكرت على الفرد السحر وأنا كمان 10,000 كل حدا لا أنا راح أساعدكم أنت 8.5 وهي 8.5 إن شاء الله فهمتني يكونوا معي المصاري المرة الجاية طبعا كنتم تشوفوا معكم مصاري يعني تمشونا مش هل نمشيكم أنتوا إلا ب دف يعني ضبطوا الامور مش انا ضبطكم هيك المثل بقول مش انا اللي بقول اكيد حقك يا ابو صعب بدي اطلع لك شعر كمان انا عندي الليزر دير بالك الليزر الليزر سامع شو الكبسولات اللي بطلع لك طب انت معك شيء قصدي يعني انه الليزر وهي الامور وهيك احنا معنا بنشتغل في الطب العالم الصيني يعني بنجيبه مستورد بتذهب بتجرب كل التركيبات ما بضلش غير صنعوا ثمان شو لذلك كل شيء عندنا من التايجر وجور من الحيوانات المنوية وجور من اللي بيعطيك الكذا وجور من الربط وجور وانا بربطه بحيل مشان تكون بالصور طب وهسه ايش بتأمرنا يا شيخ كم عشان هلا اللهم صل على سيدنا محمد انا كان عندي بتكلف 500 شيكل اللي بدكم اياه 500 مش عامل حساب مش عامل حساب ما فكرنا هيك مشكلة يا رب سلمي مزبوط والله انا مشتاق لك جدا وينك انت طيب اسمع انا عازمك طيب ماشي يعني اعطيته كل شيء 150 ايش بدي عازمك على قاعده هيك برد طيب ماشي في اجتني هديه وانا بدي اعطيك اياها هديه لا تثمن بقدر انا مشتاق لك والحمد لله رب العالمين شو انا عمل سمير الغالب احلى بطل الله يرضى عليك شو اخبارك عشان نمشي الاغراض كيف رياض النورسي اقبل مصاري كله راح. سلم عليه وكله ولا ونسيت الشيخ رايد بعد ما صرت مدير منطقه الشمال كلياته الامن الوقائي الامن الوقائي كله والله السكري كله في عندي دواء السكري نار العالي يم جيب لي اياه طوالي يلا ماشي الحال طب يا شيخ انا مشتاق لك الحمد لله عايشين الحمد لله شو
شو ما بدك؟ بصير عشان بدنا نشيل الاغراض وما بصير بس تاخذ 150 عادي؟ نعم. لا يا زلمه ولو مش عيب. يلا اطلع ضايج بصير. شكرا كثير يا اخي. بس اخر شغله انا لانه انت يعني بس تيجي عندي يوم السبت نتفاهم سامعني شو اهم شيء الاغراض الحق روح اول شيء على الاغراض. اول شيء وانا مش هيك انه انا عشان بخاف يعني انه انتم هاي الاشياء هي بتكون هي يعني مرخصه او ما بدريش كيف بيحكوها. شوفي هون انه هون الشهاده بس قصدي انه عندنا هون شهادة. في السلطه وهاي الامور السلطه انا السلطه طب كيف لموا كل المشاوذين وانا قاعد هون؟ ايه كيف لموا المشاوذين والمشاوذات؟ يعني هم ما بيطبوا فيك؟ ما انت شفته ما شاء الله ما شاء الله اكيد بس ان هم يعني كذا ما بيطبوا فيك ما كان الرئيس بيشتغل معي شو مالك بالوزراء؟ الرئيس والوزارة على راسي على راسي عشان هيك يسلموا يلا مع السلامة.